الأهوار، البيئة المائية المطلقة، أوضح عناوين التأثر بشح المياه، سواء كان انعكاسا للتغيرات المناخية أم لغياب السياسة المائية. هنا في الحافة الشمالية لهور الحمار شرقي الناصرية، يرسم الجفاف صورا مقلقة لمستقبل الأهوار في ظل الأزمة المائية والمناخية التي يشهدها العراق. السكان هنا لا يسألون إلا عن الماء. حالتنا المعيشية تعبانة على الله وعلى الهور، وحتى تشوف بعينك هاي المياه يابسة. إذا بقى الوضعية هيجي احنا حلال ينتهي، وهاي نقعد نسكت نفتقر. ومع التوقعات بسنة جفاف ثالثة، تواجه الأهوار خطر انقطاع السلسلة الغذائية لكثير من أحيائها في مشهد هو الرابع من نوعه بعد عودة المياه إليها عام 2003، ما يشكل تحديات واسعة لكثير من أنشطة الحياة والاقتصاد خاصة. قد يشترون المياه ليس لهم وإنما لجواميسهم في الأشهر القادمة، في الصيف القادم، وأنا أتخوف من هذا، يعني من هذا المنظر الأليم، أن مربي جاموس يذهب بزورقه لكي يشتري ماء ويسقي حيواناته. إلى متى تبقى هذه اللامبالاة تجاه هوار العراق؟ وتتحدث تقارير رسمية في ذي قار عن تسجيل انخفاض يومي في مناسيب المياه ونسب الغمر في الأهوار منذ شهرين بسبب قلة الموارد المائية الواصلة إلى المحافظة عموما والأهوار بشكل خاص. مؤشرات التغير المناخي تظهر سريعا في بيئة الأهوار قبل غيرها من الأماكن. انخفاض مناسيب المياه يؤثر كثيرا على الأنشطة الحياتية للسكان هنا، فالتنوع الإحيائي يعد مفصلا مهما لهذه البيئة الفريدة من نوعها، فلا قيمة للحياة هنا بدون الماء. من أهوار تشباي الشرق، مدينة الناصرية، أحمد السعيدي، يو تي في.